السلام عليكم، مرحبا بكم بقناه مطبخ قمر. اليوم جبت لكم ان غاتو شوكولا. نعرفوا ولادنا كاع يحبوا الغاتو شوكولا. نبداو بالمقادير. نحتاج 4 حبات بيض، عندي 275 غرام تاع السكر، عندي 285 غرام تاع حليب، عندي 260 غرام تاع زيت، شويه تاع لافاني، مغرفه صغيره تاع لافاني، وزوج باكيات خماره، كل باكي يوازي 10 غرام. هنا عندي 20 غرام تاع خماره تاع كاطو، زوج مغارف كبار تاع شار تاع كاكاو يكون مع هذا القطع، وعندي مغرفه كبيره تاع نوتيلا ولا تاع اللي تواسيو بها التارتيني تاع ولادكم. وهنايا عندي 336 غرام تاع الفرينه، راهي مصيره معها قرص ملح، لازم تصيروا الفرينه تاعكم. هنايا للعجينه والكلاصاج تاعها نحتاج جوج كيسان تاع حليب تاع لاتاي، عندي كاس سكر ونص كاس زيت، وهنا نحتاج 100 غرام تاع الشيكولا، 100 غرام ولا 150 غرام تاع الشيكولا، هكذا تاع حليب عادي شيكولا اللي عندكم. نبداو بالتحضير. بركة الله، قبل ما نبدا الكاطو تاعنا الكوشه راني شعلتها على 170 درجه، لازم الفوق يكون سخون. كي تروحوا ديروا الوصفه تاع لاجينواس تاعكم دائما الفوق يكون هو الاولاني شاعل. نبداو على بركه الله. هنايا ندير البيض تاعي، تكونوا خرجتوهم قبل من الثلاجه، ما لازمش تكون من الثلاجه تواسيو البيض تاعكم بارد، لازم يكون دافي. هكذا نحتاج البيض، ندير معاه السكر، لازم هذا المواد ينضربوا مليح، ولا تنجموا تواسيو بالباطو يعني ماشي مشكل، نضربهم مليح اللي نديرهم سرعه قليله باش يندمجوا هذاك البيض والسكر، ومن بعد نقوي البيض تاعي. بعد ما الخليط تاعي نضرب مليح هذاك السكر مع البيض، لازم تضربوه مليح حتى يولي بيض. من بعد نمسي الحليب بسرعه قليله، الحليب تاعي ونرمي هذاك الزيت، يكون البيض نضرب مليح مع السكر باش ترميو الحليب والزيت. نواسي لافاني والفرينه تاعي قلت لكم لازم تصيروها، نواسي معاها هذيك الخماره، هكذا خماره تاع الكوبا، ونواسي هذيك الكاكاو تاعي لازم تصيرو. في هذا الوقت نطلع الخليط تاعنا نخلط مليح، نبدا نرمي الفرينه تاعي، ونواسي معها هذيك الشيكولا، المغرفه تاعي كبيره تاع الشيكولا. نضرب الخليط تاعي سرعة قليلة باش هذيك الفرينة تاعنا ما تطلعناش، غير سرعة قليلة. هنا عندي بلاطو اللي يدخل الفرن كيما راكم تشاهدوا، واسي طليطلو مليح بالزيت، واسي بالزيت ها، والخليط تاعي راه تخلط مليح هذيك الفرينة مع هذوك الليكيد اللي درناهم. لازم تأكدوا الفرينة تاعكم تخلط مليح، ما تخليوش فيها دي غروم، ها لازمش تبان هكذا، لازم تخلطو مليح. ميم كي تواسيوها في البيتران ما تخليوهاش تنضرب، غير تشوفوها ما بانتش الفرينه صايي حبسوا، ما تقعدوش تخلطو بزاف. هكذا نكب الخليط تاعي على المول، دروك باش نواسيها هي كي نكبها
تواسي الفقاعات على واش نواسيلها لازم هكذا لازم نخبط البلاطو تاعي انا دوك ندخلها للفوخ طيبلي واسينا لا جينواز تاعنا في الفوخ طيب نبداو نوجدوا الكلاصاج تاعنا تاع الشيكولا هنا نحتاج حليب هكذا ندير كلش في خطره ندير السكر والزيت كلش في خطره نحرك الخليط هكذا ولا نشوف الخليط تاعي سخني هذيك الوقت لين واسي 100 حتى توصل حتى 150 غرام تاع الشيكولا بعد ما طابلي الكاطو تاعي انا شد لي 30 دقيقه في الفوق وانتم كوحدوا الفوق تاعو ما نجيبش نحدد لكم الوقت الضبط تاع الفوق راكم تشوفوا فيه هو وسيت التست لي طابلي لازم تدخلوا الموس ولا كور دون ولا وتشوفوا لي خرج لكم صافي هذا عفوا اللي وجد راكم تشوفوا فيه ولازم تخليوه شويه يدفع ماشي هو سخون وتسقيوه ها هو هذاك الليكيد اللي كنا واسينا فوق الفوق تاعنا كيف كيف ما تخليوه سخون ما تخليوه يبرد لكم ولا شتو برد لكم الليكيد تاعكم دفيوه لازم يكون دافي شويه وما لازمش يكون سخون كما راكم تشاهدوا واش نواسي بالبيك هكذا نبيكي هكذا لا جينواز تاعي هكذا نبيكيها باش يدخل لي كاع ديك السائل تاع الشيكولا هكذا نبيكي مليح بعد باش نقسمها هكذا الجنواز لازم تقعد شويه بارده ما تقعدش سخونه لازم تكون بارده نقسمها بسم الله هكذا بعد ما قسمته دوك ندخل هذاك الليكيت اللي درناه فوق النار هكذا ولازم يكون شويه دافي نسقي به الكاطو تاعنا هكذا لازم تجي مشمخه علاش قلت لكم الليكيت تاعنا لازم يكون دافي باش يدخل في لاجينواس لا خاطر لو كان يكون بارد اه يتقال ما يدخلش في سرعه هكذا راكم تشوفوا فيه راني سقيت لاجينواز تاعي نخليها تبرد قبل ما تبرد زينوها بالفيرميسيل الالوان وانتم ما عندكم كما تحبوا هكذا نزينها والتزيين يقعد ليكم كل واحد كيش يحب يزين الطرطه تاعو انا نكمل التزيين تاعها ونخليها تبرد ومن بعد نقسمها ونوريها لكم ان شاء الله الكاطو تاعي راكم تشوفوا فيه خليته حتى يبرد وراني قسمته راهي راكم تشوفوا فيه قسمته ويجي مشرب يجي يحبط وحده شوفوا الطريقه تاعو كيفاش تجي تجي خفيفه ومشربه مليح بهذيك الليكيد اللي كنت وسيتو تاع الشيكولا ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي وصيت لكم اليوم كاطو شوكولا وينال يعجبكم وتسيوا الوصفه ان شاء الله وتديروها وتنجحوا فيها ومكونات تاعها بسيطه خليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله شاركوا في قناتي ليوصلكم جديد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.